خلاص خدنا الهدية ومتجهين على فين؟ على بيت ريان بإذن الله عاد المجمع السكني إن شاء الله، بس نلحق يكون موجود. وصلنا المجمع السكني اللي ساكن فيه ريان، إن شاء الله يكون موجود. بس طبعاً جهزنا المفاجأة والهدية البسيطة لأخوي ريان، والله يستاهل أكثر وأكثر وأكثر، وإن شاء الله كمان راح نهدي ونهدي، قد ما نهدي قليل في حقه. دحين جالس تحت في الجلسات استناه بإذن الله، قالوا لي خرج دحين جاي، فدحين جالسين ننتظره قبل ما يجي. إن شاء الله إن شاء الله تعجبه الهدية بإذن الله. أنا سلام عليكم. شكرا. شو مسوي؟ ايش قاعدين نسوي مقلب ولا ايش؟ لا لا ها الله يسلمك، تريد يطلع فار بلاها حقتك حتى الهديه. دقيقه واضح ان هديه. الله يسعدك. هذا ايش هديه؟ درع المليون. الله يسعدك. الله يسلمك ويخليك. بدري والله بدري. والله يعطيك العافيه حسن. الله يعافيك. والله ما قصرت ان شاء الله. ايش في يا جودر؟ اول شيء يا اخوي ريان الله يعطيك العافيه. والله حسن كلم نفسك. لا والله حاجه بسيطه ليش لونك كذا؟ ها والله هذه قريبه من لون القناه. تسلم يا بعد قلب. الله يسعدك والله ما قصرت. مبروك. انا لابس النظاره عشان اشوف الهديه حلوه ولا ايش يطلع جوا؟ اتوقع خايف يكون مقلب. استنى توب دفه توب دفه. لا الاصيل. الله يسعدك والله حسن. هديه حاجه بسيطه وتستاهل اكثر من العطاء، وان شاء الله فترة ونرجع نحتفل بدرع نص ريال. ايه لما تيجي من شخص عزيز وغالي والله حبيب 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 والله يا دو. وان شاء الله ان شاء الله نحتفل معك بالعشرة مليون باذن الله. الله يسعدك اخوي ريان. ما شاء الله انا شايف هذا الفضي وهذا الذهبي ومكتوب 100,000 وهذا المليون. الله يعطيك العافية. طيب كيف احتصلت على 100,000 اول شيء؟ انجزت، صورت، نزلت مدري ايش بداياتي. كنت اتمنى اوصل 100,000 مشتري. كنت تتمنى 100,000؟ ايه. اول شيء كنت اتمنى 10,000. ما شاء الله تبارك. بعدين وصلت 10,000، بعدين تمنيت ال 100,000. ال 100,000 لا يعني كنت اتمناه بس جت بسرعه ما شاء الله عشان متابعين زادوا زادوا. ايه. لاني كنت انزل محتوى ورا بعض ورا بعض مقالب قويه. ايه. درع المليون هذا تعبني مره، يعني كنت استناه يوصل ثقيل شوي. ايه. كل ماله يثقل 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 يثقل، بس الحمد لله وصلت له انجاز يعني كبير. انا ليش اقول لك الانجاز هذا؟ هذا يمكن عديت مراحل مشاكل وهموم قبل ما وصلت له. وصلت له هذا ديون ومشاكل وسجنه وناس اشتكت علي وناس ما ادري ايش، والقناه جاي تتقفل وجاي نحبس بسوي المقالب عشان بعدين يصير خير. وصلت المليون. عشان وصلت المليون يعني هذا وصلت له بعد انجاز تعب تعب تعب. عشان كذا انا ما نزل اي محتوى زي التحديات الاشياء اللي تصورها في البيت ما تجيك عبره. هذه عشان وصلت له مريت مشاكل قبلها مره كثير عشان اوصل لهذا الشيء. بعد المليون كم مليونين ولا 10؟ 10 مليون، بعدها 50 مليون بعدين. تمام، فارك التوفيق ان شاء الله انك توصل له يا رب. فتره بسيطه يا رب ما تدري ان شاء الله ان شاء الله. انت عبارك حسب توصل 100 وتوصل مليون. انا واثق يا رب يا رب باذن الله. متابعينك ما يقصروا معك، انشروا ساعدوا وانتم ادعموا. لا لازم ان شاء الله باذن الله ينزل محتوى يعني مفيد. يعني اول واحد في اليوتيوب اشوف معالم وهذه اشياء تفيد المدينه. الله يعطيك حبيبي والله هذا من دعمك وجميعني. والله يسعدك ربي. طبعا خلاص خدنا خلوا واحد يهديك زي كذا تصير زي كذا والله عيب. الله حسن والله ما قصرت حبيبي. راحة جميلة والله. روعة. ما شميتها يا اخي. شل من شكلها حبيبي والله. والله حلو. الله يسعدك خليك. اقل حاجة والله حاجة بسيطة اعذرنا على القصور. الله يسعدك والله ما قصرت يا حسن اقسم بالله. تسلم. هضيرك شوي. ها والله حلو الهدية. الله يسعدك حبيبي. حل ايامك ان شاء الله. اصلا الهدية لو تجيب اي شيء بسيط ما قصرت. هذا هو. الله يخليك. بيض الله وجهك عقبال ما توصل لك درع المليون ان شاء الله. زكي انا تعبان والله معلش. لا قدامك العافيه. حسن انا مريض. هذه هديه المليون هذه حقت التعب. هذه الله يسعدك. أيوه. الله يسعدك. خذ لك شمو. ايش تبي تاخذها معك؟ ارجعها. ايوه تترجع. ايوه
ايش عند ريان موهبه ما يعرفها؟ التنس الارض زي ما انت عارف لعبت تحت اللي ايوه اخذت كنت عندي بطولات بعدين اطلعها، بس انا كنت قاطع عن 8 سنين تعبناك اليوم لكن ان شاء الله اننا اسعدناك شويه بس شويه ثقيله كانت جيتكم صراحه والله شوفت واحد كليعة ايوه حبيبي انا امزح حسن زي كذا نحب نمزح ما ما نكون ايش نضحك على بعض نبين نفسنا ان احنا ما ادري ايش احنا خبيثين قدام المتابعين يعني نبين نفسنا حبيبي على طبيعتنا عادي لا حبيبي لان انتم ما يخويكم شيء يا اخي انتم عيله واحده عيله حسن بريك يا اخي ما يحتاج كلهم اخوانك تحسهم كلهم اخوانك لا والله والله داعمين داعمين تموت فيهم الله يسلمك ما ينسونا بس اهم شيء لا تنسوا نشر قناه حسن لا 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 والله تصدق اهم من النشر دعوه بظهر الغيب والله انها احسن اي والله اي والله وانا ابوك مقطع اليوم كان خفيف ظريف زي كذا زياره اخوي ريان كل اسبوع ربي عافيك مقطع جديد يعطيكم الف عافيه